والآن موعدنا مع وقفتنا الاقتصادية للسادسة. وقفة الاقتصادية مع رجاء رمزي. لك رجاء. شكرا أدا، شكرا سارة. مشاهدينا، أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بملف دعم وتحفيز بيئة ريادة الأعمال، مشددا على أن هذا الملف يتطلب تحركا عاجلا وسريعا من أجل تحفيز وتيسير إجراءات إنشاء الشركات الناشئة. جاء ذلك خلال اجتماع لبحث مقترحات دعم وتحفيز بيئة ريادة الأعمال، حيث أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة أن يكون التحرك في هذا الملف مقترنا بالعمل من أجل التوصل إلى حوافز واضحة وإيجاد إطار تنظيمي محدد للتعامل مع الراغبين في تأسيس الشركات الناشئة. إلى ذلك، أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بإنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء تختص باقتراح السياسات والقوانين واللوائح المناسبة، وذلك لنمو وازدهار الشركات الناشئة. نص القرار على أن تكون الوحدة برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من الوزارات ذات الصلة. استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مستجدات الموقف الحالي للأعمال والمشروعات الاستراتيجية والاستثمارية الجاري تنفيذها بالمنطقة. وخلال اللقاء تم عرض أهم نتائج الجهود الترويجية للمنطقة الاقتصادية التي أثمرت عن تعاقدات ومشروعات في المناطق الصناعية، من بينها 46 مشروعا حاصلا على موافقات نهائية و43 مشروعا حاصلا على موافقات مبدئية، بالإضافة إلى تأسيس 54 شركة بالمنطقة. أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس انتظام حركة الملاحة بالقناة من الاتجاهين بعد نجاح جهود التعامل السريع مع عطل فني في ماكينات ناقلة بترول وقطرها بواسطة قاطرات الهيئة. وشدد الفريق ربيع على جاهزية هيئة قناة السويس للتعامل مع حالات الطوارئ المحتملة من خلال منظومة متكاملة. تواصل الدولة جهودها لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة استعدادا لعيد الأضحى المبارك. تسلمت مصر أكثر من 25 ألف رأس ماشية من السودان وتنزانيا وجيبوتي وأوغندا استعدادا لضخهما بالمجمعات الاستهلاكية والشوادر والمنافذ الأخرى. أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن مصر تقدمت 10 مراكز في مؤشر جاذبية الدول في قطاع الطاقة المتجددة، حيث جاءت في المركز رقم 29 في نوفمبر 2022 مقابل المركز رقم 39 في مارس 2015، وذلك ضمن 40 دولة يتضمنهم المؤشر. إلى مؤشرات البورصة المصرية، حيث تباينت أداؤها لدى إغلاق تداولات مستهل التعاملات الأسبوع وسط عمليات إعادة هيكلة للمحافظ المالية للمستثمرين بين الأسهم وقطاعات السوق المختلفة، وذلك مع بداية الشهر الجديد. على صعيد المؤشرات، مشاهدينا، أغلق مؤشر الرئيس إي جي إكس 30 على تراجع نسبة 0.44% مسجلا 17455 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة بلغ 3.11% منهيا التعاملات عند مستوى 3300
91 نقطة، فيما أنهى مؤشر إي جي إكس 100 وهو الأوسع نطاقا على ارتفاع بنسبة 2.46% مغلقا عند مستوى 5048 نقطة. قالت مصادر لوكالة رويترز للأنباء إن وزارة أو وزراء تحالف أوبك بلس لا يزالون بحاجة لتسوية الخلافات بشأن خفض إنتاج النفط. يأتي ذلك فيما يواصل وزراء منظمة الدول المصدرة للنفط وشركائهم في تكتل أوبك بلس اجتماعهم في محاولة لإيجاد حل لأسعار النفط المتراجعة. وتضخ أوبك بلس نحو 40% من إنتاج الخام العالمي، مما يعني أن قراراتها يمكن أن يكون لها تأثير كبير على أسعار النفط. مشاهدينا، نهاية هذه الوقفة الاقتصادية، عودة مجددا إلى أداة وسارة. إليكم شكرا لك رجاء رمزي.